ارتاح ارتاح واحنا نواصل الكفاح واحنا نواصل الكفاح. يعني هو باسل أعاد الاعتبار لطبيعة الوضع الفلسطيني وطبيعة الصراع مع الاحتلال. سبق هو نماذج مثل غسان كنفاني أيضا المثقف الذي استشهد من أجل دفاع عن الكلمة وعن دحر الاحتلال وعن إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي باسل اليوم بالفعل يفرض تحدي على الجميع بأن هذا الجيل الشاب الذي ولد تحت الاحتلال وعاش ويلات الاحتلال وحتى أنه لامس بموقع قرية الولجة بشكل يومي الجدار الفصل العنصري والاستيطان والمستوطنين وما يعنيه ذلك. لذلك هو تمرد على كل هذا الواقع، تمرد ربما في مظهر فردي، لكن هذا المظهر الفردي يعبر عن مكنون واسع لقطاع واسع من الشباب الفلسطيني الذي يحتاج إلى تأييد ويحتاج إلى دعم من أجل تطوير قدراتهم ليصبح، وهو أصبح باستشهاده أصلا نموذجا لكل الشباب دون أن ننمق الكلمات أو نكثر منها. باسل اللي آمن بالمقاومة ودافع عنها بكل ما يملك وعاش من أجل فكرتها ونظر لها، لم يتراجع عن امتحانها، ولم يتراجع أمام أنه يثبت أنه هذا التنظير لم يكن مجرد تنظير، لم يكن من مكان مرتفع أو من مكان بعيد عن المقاومة. آمن فيها حتى الطلقة الأخيرة، حتى النفس الأخير. اليوم اكتملت قصة باسل، كتبها في دمه يعني. وأعتقد لا يعني صعب انك تلاقي كلام انك انت تضيفه على هذه الملحمه اللي احنا اليوم عم بنعيشها في زمن يعني متخاذل متراجع، في زمن فلسطين اليوم عم تختصر في مفاهيم جدا رخيصه وما عم بتغير في حياه الناس. باسل لم يعيش من اجل عمل سياسي ولم يكن لديه بال انه يوصل رساله لهدول الناس، بس حاورهم في اكثر من مكان وحاورهم في الشارع وحاورهم امام الكاميرات ووصل لهم رسائله اللي بيستحقوا توصل لهم. رساله باسل هي كانت إلنا احنا الناس اللي امنت بباسل، احنا الناس اللي حبت باسل من فكره ومن التزامه، ورسالته كانت واضحه، هي ذات الرساله اللي صاغها غسان في يوم من الايام وصاغوها كل الناس اللي دفعت دم عشان فلسطين، انه من هذا من دم باسل راح ينبت الاف المقاتلين، مثل ما نبت من دم غسان، مثل ما نبت من دم الشقاقي، مثل ما نبت من دم كل شهيد سقط من اجل فكره. لا سلام ولا تطبيع، لا سلام ولا تطبيع، مع حكومه الظلام، مع حكومه الظلام. اليوم باسل الاعرج الشهيد الفذ الثائر اكرم كل الشعب الفلسطيني، اكرمنا جميعا واكرم كل حر في هذا العالم. كيف يكون نزال هذا المحتل بألا نسقط الرايه وبيدنا رصاصه، او فعلا كما قيل هو شهيد مع سبق الاصرار، يعني قاوم حتى النفس الاخير ليكون شهيدا يعني مميزا استثنائيا بثقافته بعلمه بوعيه يعني بسعيه لفعل منظم عسكري فلسطيني عبر مطاردته عبر يعني اختفائه هو مجموعه من الشباب الفلسطيني، وايضا يمثل بمظلوميته معتقلا في سجون السلطه يعني الالاف من شبابنا الفلسطيني الذي اعتقل في هذه السجون والذين لا زالوا يستدعون ويعتقلون هذه السلطه. دم باسل الأعرج يصفع وجه كل من ينسق أمنيا، دم باسل الأعرج يعني يعري الموقف الرسمي الفلسطيني الذي اليوم يغيب عن الساحة. قيادة السلطة الفلسطينية هي في رام الله والقتل حدث في رام الله، لا نسمع صوتا. لماذا لا نسمع صوت؟ لماذا رأس المال الفلسطيني يجند للعرب آيدل؟ لماذا الإعلام الفلسطيني يجند والبنوك والمؤسسات واليوم تغيب عن باسل الأعرج؟ باسل الأعرج هو الذي يمثلنا، باسل الأعرج بدمه القاني يمثل كل حر وكل فدائي فلسطيني. نحن اليوم نقول بفم الملآن باسل الأعرج الذي ضرب على يد الأجهزة الأمنية في رام الله في عام 2013 يعني يستصرخ فينا كل معنى كريم أن نكون يعني ونفيق من هذه السكرة، سكرة التنسيق الأمني والتسوية التي تأخذنا من تيه إلى تيه.